La Turque va tout simplement compléter, amener un témoignage très poignant, très concret sur ce qu'elle a vu concrètement au cours de ses missions, notamment en Somalie. Fadlerti. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف صحة وخير، كل عام وانتم مفرحين قلب نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام واحنا متجمعين علشان نخدم خلق الله، علشان نكون خلفاء الله على الأرض. سبحان الله، طبعا مما لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنا أشكر بعض الله سبحانه وتعالى الإغاثة الإسلامية أنها أتاحت لي الفرصة إن أنا أكون معاكم النهاردة، أتاحت لي الفرصة إني أشوف الصومال وأنزل وأتكلم معاهم وأشوف الأم اللي فقدت أولادها والأم اللي بتنتظر شفاء ابنها. وأشكر الإغاثة الإسلامية إنها من خلالها قدرت أوصل لأماكن كتير قوي يمكن ما كنتش قادرة أوصل لها، زي غزة وزي دارفور والعراق وغيرها. بحمد ربنا إن أنا موجودة معاكم النهاردة، وعايزة كل واحد فينا كده يسأل نفسه هو جه النهاردة ليه؟ هل هو جه النهارده بكامل ارادته؟ ولا جه مسبوق؟ ولا جه مدعو؟ ولا جه مع سبق الاصرار والترصد؟ انا هاجي يعني هاجي. الحقيقه كل الاجابات دي مش صح. الحقيقه الوحيده ان احنا كلنا جينا بدعوه من رب العالمين. اذن لكل واحد قاعد النهارده انه يجي. أذن لكل واحدة النهاردة إنها تبقى في وسطينا. كم من واحد عارف بميعاد الإيفنت ومحضر نفسه كويس قوي ما قدرش يجي؟ وكم من واحد ما كانش عارف بميعاد الإيفنت وسبحان الله النهاردة بس الصبح حد اتصل بيه وقال له أنا رايح ما تيجي يا عم معايا؟ قال له بس أصلي عندي، تعالى بس. أصل يساب المرء رب أنفه. سبحان الله إن التجميعة دي كلها من قبل رب العالمين. ربنا اللي دعانا النهارده. دعانا عشان خلقه. وقبل ما نتكلم عن خلقه هنقول الحمد لله الذي اطعمنا وساقانا وشفانا واوانا من غير حول لنا ولا قوه. الدعاء ده انا شفته قدام عيني. شفت يعني ايه الحمد لله على نعمه الميه. شفت يعني ايه الحمد لله على نعمه اللقمه. شفت الحمد لله على نعمة المسكن. بجد في ناس كتير قوي شفتهم في الصومال كانوا جايين من الجنوب لحد مقديشيو تقريبا مسافة طويلة قوي على رجليهم، أم معاها سبع عيال يطلعوا على رجليهم يوصل معاها ثلاثة أو اثنين والباقي تفقدهم في الطريق. سبحان الله لما احنا بنبقى قاعدين على السفره وحوالينا ولادنا وبنفضل نقول لكل واحده وواحد منهم عشان خاطر ماما تدوقتي، صح؟ عشان خاطر ماما ده انا عملتها لك وعارفه انك بتحبها. طب دي كمان ما تقومش من غير ما تخلص اكلك، مش كده؟ وام تانيه بتخير معاها وجبه واحده وعندها ثلاث أو أربع عيال، تختار من ضمنهم واحد بس ياكل والباقي يموت ويبقى في إيديها القرار. سبحان الله. يبقى لازم نقول الحمد لله. الحمد لله يا رب إنك خليتنا اليد العليا، بس لازم نبقى فعلا قد ان احنا نبقى اليد العليا. سبحان الله ان في ناس كتير قوي 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 جت الدنيا ومش فاهمه هي جايه ليه. مفيش حاجه بالصدفه.
انت جاي هنا علشان تبقى خليفة الله على الارض، علشان تكتشف طول ما انت ماشي في رحلة الحياة انت ايه الهدف من مجيئك. في ناس بيعيشوا ويموتوا من غير ما يعرفوا هم جم ليه، وفي ناس بيعيشوا ويعرفوا هم جم ليه وما بيقدروش ينفذوا خطتهم في الحياة، وفي ناس ربنا اصطفاهم اللي اتمنى ان شاء الله ان احنا كلنا نكون منهم، بيعرفوا هم جم ليه وبيصروا على انهم يتمموا رسالتهم في الحياة قبل ان يفرقوها. قدامنا فرص كتير قوي، وربنا سبحانه وتعالى طول الوقت بيبعت لك في فرص وبيبعت لك في حاجات كتير علشان بس يثيبك، اصل هو الكريم. الناس اللي في الصومال دول رزقهم هيجي، ومقدر ليهم امتى وازاي وفين وكام. شطارتنا اننا نكون من ضمن الاسامي اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم علشان يطعموا الشعب ده، عشان الحقيقه ان احنا اللي محتاجينهم مش هما اللي محتاجيننا. هما لهم الكريم، خزائنه لا تنفض، على طول مليانه اصل الكريم، مش مستنيك ولا مستنيني ولا مستنيكي، هو عارف ان رزقك جاي. انما كل المأساة اللي في الكون معموله علشان احنا، عشان ربنا يسيبنا احنا، علشان نشتغل عند ربنا، عشان نقدر نملى شنطتنا قبل ما نسافر على اخرتنا. انا وانا جايه هنا عارفه اني هقعد في سويسرا يومين، جايبه شنطه قد كده يا دوب، عبايتي بيجامتي صح. طب وشنطه الاخره حد فكر هيحط فيها ايه؟ ما بتقبلش ابدا شنطه الاخره حاجات دنيويه، لا هتاخد مالك ولا جاهك ولا عمايرك ولا عربياتك ولا قطيانك ولا اي حاجه من الحاجات دي، هتاخد طاعه الرحمن الرحيم بس، هتاخد استخدامك على الارض كخليفه الله. عملت ايه؟ ربنا ادالك فلوس طلعت فلوس، ربنا ادالك صحه اجتهدت وطلعت من صحتك واجتهدت في انك تساعد ناس كتير. علم لازم تطلع منه كانها ماسوره من الله سبحانه وتعالى لينا. لو انت قعدت تاخد من الماسوره دي كل حاجه وما تديش، ماسوره هتسد وانت الخسران، لان لما هتسد اللي جواها ده ممكن يعفن، اصل ما بيخرجش. انما طول ما الماسوره بتاعتك سالكه، طول ما في تجديد دائما ابدا، لا ينقص مال من صدقه. اوعوا تفتكروا ان ربنا لما هتيجي انت وتطعم عبد من عباده على الارض هتكون انت اقرب من ربنا، ده ربنا الكريم، يعني انت هتطعمه والله سبحانه وتعالى مش هينظر اليك. طبعا انتوا بعد اللي انتوا شفتوه مش محتاجين اكتر من كده كلام عن الصومال، بس انا هوصيكم خيرا بان احنا امبارح كان عندنا اجمل مناسبه، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مين منا النهارده عايز يفرح قلب النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما كانت قايمه جنازه قام وقف واحد من الصحابه قال له يا رسول الله ده يهودي، قال له نفس نفس تفلتت مني الى النار، ودول مسلمين. اللي يعرف مش زي اللي ما يعرفش. طول ما انا النهارده ما كنتش اعرف حاجه عن الصومال ممكن ما تسالش عنهم، لكن لما اجي لحد هنا واسمع الاخبار واعرف انه في شعب بيباد من الجوع والعطش ومبقاش اول الناس اللي تتحرك، سؤالك هيبقى صعب قوي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يستخدمنا ولا يستبدلنا،
ونفسي ربنا ينظر إلينا النهاردة من فوق سبع سماوات ويباهي بنا الملائكة. في جمعنا ده أولاً علشان ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان أبقى خليفة الله على الأرض، وعشان ربنا يستخدمني، وعشان أفرح قلب نبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش شاطرة في الفاندريزنج، بس الأستاذ طارق عبدون لو معانا من إسلامك ريليف ويطلع يساعدني يبقى جزاه الله خيراً.